بهدف بحث هموم الشعراء ومقترحاتهم، عقد في المركز الثقافي في مدينة السويداء ملتقى الثقافة والأدب الشعبي بحضور نخبة من الأدباء والشعراء على مستوى المحافظة. طبعا احنا مع ملتقى الأدب الشعبي هنا في محافظة السويداء اللي بضم مجموعة كبيرة من الشعراء في المحافظة، الهدف منه هو الحفاظ على التراث وجمع وصيانة التراث بالإضافة إلى تطوير هذا التراث وتقديمه بشكل الأمثل. طبعا احنا الهدف من انه هذا التراث نطلع فيه خارج محافظة السويداء يتقدم بشكل مستوى سوريا ومستوى الوطن العربي، لأنه عندنا تراث غني كثير، عندنا تراث نحن بنفخر فيه، هذا التراث بيحوي العادات والتقاليد وسجل البطولات وتخليق هذه البطولات، بطولات الثورات، بطولات الجيش العربي السوري. هو ملتقى شهري لدى مديرية ثقافة السويداء، نلتقي من خلاله بمجموعة من الباحثين والشعراء على صعيد محافظة السويداء. يتم أولا التداول لمدة 10 دقائق عن هموم هؤلاء الشعراء، ماذا لديهم من مقترحات، هل هناك ما يجب أن يعمل لأجلهم في مديرية ثقافة السويداء، على أن تكون جلسة صباحية رائدة على الأقل نجتمع بها ونلتقي على هموم وطننا وهموم مجتمعنا. الحفاظ على الموروث الشعبي والأدبي بشكل خاص، ومن ثم المادي، يقام معارض أيضا بالقصر الثقافي، معارض عن التراث الاجتماعي بمحافظة السويداء. يهدف الملتقى الذي يعقد بشكل شهري إلى الحفاظ على التراث وجمعه وتطويره بهدف تقديمه بالشكل الأمثل داخل وخارج المحافظة، وخصوصا أن السويداء غنية بتراثها الذي يحتوي الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية والبطولات التي حققها الأجداد ويتابع مسيرتها الأبناء والأحفاد. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.